يا عمر ليس للعصر سنه قبليه ليست السنه ساصلي العصر نفسه صلاه الجماعه في المسجد تعدل ثواب صلاتها منفردا في البيت بسبع وعشرين درجه اتريدني ان اذهب الى المسجد في كل صلاه ولم لا المسجد قريب والثواب عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا في بيته فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداها ترفع درجة، والأخرى تحط خطيئة. وفي رواية أخرى: بنى الله له بيتا في الجنة كلما غدا إلى المسجد أو راح. ولكنني صغير، فهل آخذ مثل ثواب الكبار؟ نعم، الصغير ياخذ ثواب الفرض اذا قام به ولا ياثم اذا تركه فالطفل مثلا ليس عليه حج ولكنه اذا حج مع والديه اخذ ثواب الحج ان شاء الله ولا يحج اذا كبر بل يحج فحجته وهو صغير لا تسقط عنه الفريضه وهو كبير عند المسجد يا أمي. سأصلي العصر، صلي أنت بمفردك اليوم. طمعت في ثواب الجماعة يا أمي. يا بني أتتحدث في الهاتف وأنت في المسجد؟ أنا عند الباب، لم أدخل بعد. نعم عند الباب، ولكن صوتك يزعج المصلين داخل المسجد. أمي سأطلبك بعد الصلاة. أحسنت، هكذا نحترم بيوت الله. اغلق هاتفك الان قبل دخول المسجد يا الله نسيت هاتفي مفتوحا الو الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله كنا قد نصحنا المصلين من قبل ان يغلقوا هواتفهم قبل دخولهم المسجد ومن باب الاحتياط لا نضع الهاتف على الارض ابدا اثناء الصلاه لانه اذا رن الجرس لن نستطيع ان ننزل ونغلقه ويظل مزعجا للمصلين فماذا لو اكتشفت انني نسيت الهاتف مفتوحا اثناء الصلاه تخرجه من جيبك وتغلقه تماما او تلغي صوته ولا تتركه مفتوحا كما فعل صاحب الهاتف الذي شوش علينا في صلاتنا الان واغلاقي للهاتف اثناء الصلاه الا يخرجني منها لن يخرجك باذن الله بل تاخذ ثواب انك حرصت على عدم ازعاج اخوانك المصلين اسرع الى الامام وبلغه ما قلته لك جزاك الله خيرا يا امامنا على هذه المعلومات المفيده وجزاكم ان شاء الله كنت اود ان تنبه المصلين قبل الصلاه الى غلق هواتفهم فتقول مثلا برجاء اغلاق الهواتف المحموله ولكننا نقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام وهل كانت هناك هواتف ايام الرسول ترى لو كانت الهواتف موجوده كان سينبههم الرسول الى غلقها بالطبع فحرصه على تسويه الصف لن يكون اقل من حرصه على تهيئه الجو للخشوع في الصلاه ورنين الهواتف يؤثر على خشوع المصلي راي وجيه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب صدق الله العظيم الناس في زمانكم هذا يجهلون الكثير من اداب المسجد يا عمر نعم الهواتف المحموله صنعت ازعاجا شديدا ليست الهواتف فقط لقد سمعت رجلا يدخل المسجد يلقي السلام على الجميع وبصوت عال وهل هذا خطا بالطبع انت مثلا عندما تدخل بيتا فيه خمسه ضيوف غيرك على من تسلم اولا على صاحب البيت ام على الضيوف أه، صاحب البيت رائع ونحن ايضا عندما ندخل المسجد بيت الله نسلم على صاحب البيت اولا وكيف ذلك بصلاه ركعتي تحيه المسجد ثم نسلم على الناس نسلم بصوت هامس على من بجوارنا فقط حتى لا نزعج بقيه المصلين احكي لي اذا ماذا فعلت بعد ان عدت من البصره ولم تقبل روايه صاحب الحمار بل أريد أن أحكي لك أولاً عما رأيته وأنا في طريقي من البصرة إلى بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراكما في استراحة من السفر نعم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قد نهانا عن الجلوس على الإبل وسائر الحيوانات أثناء وقوفنا وألا نتخذ منها مقاعد وما هو دليلك على ذلك؟ دليلي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي لأحاديثكم فرب راكب مركوبه هي خير منه واطوع لله واكثر ذكرا هل انت طالب علم نعم وما اسمك محمد بن اسماعيل البخاري يا الله انت البخاري وهل تعرفني ومن في العراق كلها لا يعرفك جزاك الله عنا خيرا لهذا الحديث الشريف الذي علمته لنا الآن وجزاكم خيرا إن شاء الله لن نجلس على ظهور الإبل ولا الخيول وهي واقفة بعد اليوم هل تطمعان في مزيد من الثواب؟ بالطبع بلغ هذا الحديث لكل من تريانه يجلس على ظهر جواده في الطريق وهو واقف فيكتب لكما في ميزان حسناتكما إن شاء الله آه، تفضل يا بخاري لقد راجعت بنفسي كل ما كتبته انت في كتابك الجامع الصحيح حتى الان وما هي ملحوظاتك يا امامنا ملحوظات بسيطه تتعلق كلها بالجوانب الفقهيه لبعض الاحاديث التي اوردتها في كتابك بالطبع فانت الامام ابن حنبل صاحب اشهر مذهب فقهي على وجه الارض صاحب اشهر مذهب فقهي استفاد كثيرا من كتابك وما زلت في العقد الثالث من عمرك هذا تواضع كبير منك بل هو الحقيقه بعينها ولكن قل لي لماذا استبعدت حديث الرقيه من كتابك اي حديث عن محمد بن عبد الله عن المطلب